مع بداية انطلاق دوري كرة القدم بداية الستينيات، بدأ الصراع العرباوي القدساوي على البطولات ليكون الفريقان أكبر قاعدة جماهيرية بقيت حتى الآن من خلال نجوم كبار أثروا الملاعب الكويتية لسنوات طويلة. وتستحوذ مباراة الفريقين على الاهتمام الجماهيري والإعلامي، ويطلق عليها لقاء ديربي أو مباراة القمة أو مباراة العملاقين. وخلال مرحلة التسعينيات تحديداً استمتعت الجماهير الرياضية في مباريات على مستوى عال ونسبة أهداف جيدة، ومن النادر أن تنتهي أي مباراة بالتعادل السلبي. وشهد عام 1994 مباراة اعتزال أحد نجوم العرب الكبار الكابتن أحمد عسكر في لقاء ممتع جمع الفريقين. ومن اللاعبين الذين تألقوا في تلك المهارة عقيل مهنا اللاعب الجوكر الذي يلعب في كل المراكز ويجيد فيها. سنعود مع ضيفنا إلى قصة هدف قبل 23 عاما في لقاء جمع العرب والقدسية وبحضور جماهيري كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. في موسم 93-94 كان في مرحلة انتقالية للنادي العربي، وكان موسم هذا موسم مميز جدا في أن بعض اللاعبين الكبار بدوا بالرحيل. فما يميز هذا الموسم أن احنا قعدنا يمكن 5 لاعبين اللي هم أنا وفايز الفليج وخالد علي ناصر ماجد سلطان كذلك فرج نفاع في مع الفريق، كان محمد الذروة ويانا في الفريق لوجود مرحلة انتقالية نسلم الشباب إن شاء الله، كان في وقتها لتكميل الرسالة. في هذا الموسم يعني إحنا كان في اعتزال أحمد أخوي العزيز أحمد عسكر. أحمد عسكر كان يمثل الأب الروحي للفريق، وكان هذا الشخص يعني الروميت مالي في السفر في المعسكرات، وكان ودي أهديه له شيء وأعطيه أي شيء يعني يخليه يفرحه يعني. وكان في مباراة اعتزاله وكان دوري القسم الثاني مع القادسية. هذه المباراة كانت لها شقين، الشق الأول اعتزال أحمد عسكر، والشق الثاني إن كانت مباراة العربي والقادسية، وكان في تحدي وإحنا كنا بعد ننافس على الدوري وقتها، يعني وقت المباراة كنا ننافس على الدوري. كان في وقتها المدرب بوبي كامبل، وكان هو حريص جدا الفوز بهذه المباراة لأن إحنا كان في عندنا مستعاون وخذينا المركز الثاني، كان وده يكمل إن نحصل على الدوري هذا. في هذه المرحلة أو في هذا اليوم نفسه أنا أخذت ولدي معاي المباراة، كان عمره 3 سنوات أعتقد، بيكمل 4 سنوات، فكان وياي بالسيارة كله يقول يعني بابا جول بابا جول، طبعا وياهل ما أعرف شو قاعد يتكلم عنه، لكن يعني يقول بابا جول بابا جول. فرحنا المباراة هذه، كانت مباراة فيها شد جماهيري وشد بين اللاعبين، ومثل ما أنتم عارفين كل واحد أمنيته إنه يسجل هدف على نادي القادسية، خصوصا إذا كان عرباوي وده يسجل على
نادي القادسية لأنه هو النادي المنافس ذاك الوقت للنادي العربي، وكذلك نادي القادسية وده يسجل على النادي العربي. ففي المرحلة هذه طبعا لما رحنا المباراة هذه كانت النفسية أول شيء كانت النفسية قوية، وودنا احنا مثل ما قلت لكم نعطي شيء لهذا الرجل الذي يعني مثل النادي العربي وأعطى كل مجهوده للنادي العربي. المباراة هذه كان فيها شد قوي بين اللاعبين، وكذلك كانت اتصالات بين اللاعبين، احنا بنسوي كذي وانت بنسوي كذي. انا مو من النوع هذا الشيء، لا اتصل بحد ولا حد يتصل فيني لاني مو من المود هذا يعني. فكانت علاقتي بس فقط كانت مع لاعبيني، وقت انا كنت اعتقد الكابتن في هذه المباراة، وكان احمد عسكر يعني جميل في هذا الاعتزال صراحة، يعني شكله وأدائه وراح يعني بشكل محبوب الجماهير ومن المباراة نفسها، يعني من اللاعبين نفسهم. كان الفريق هني متماسك، في عناصر شابة وكذلك عناصر قديمة، وكان يتميز بالعطاء والخبرة، وكان تميز في اللحظة في المباراة هذه كذلك بالسرعة، يعني لأن الشباب كانوا هني مطعمين احنا بالشباب، كان أحمد موسى أعتقد أو متواجدين بالمباراة هذه اللي أذكرها أنا الحين. الجول هذا اللي انا سجلته في المباراة كان يعني لي كل شيء، يعني يمكن يعني كان حلمي اني انا اقول على نادي القادسية، والحمد لله تحقق هذا الحلم. يعني لما انا سجلت الهدف هني في المباراة هذه كان اعطاني دافع يعني بشكل انه خلاص ما ودي بعد انا اقول على اي نادي ثاني، لان خلاص قولت على نادي القادسية اللي هو اللي ينافس النادي العربي. والحمد لله الله وفقني في المباراة هذه وسجلت هذا الهدف في المباراة هذه. طبعا المباراة هذه انتهت 2-0، لكن المباراة كانت حماسية قتالية، يعني ردينا شيء للجمهور، اعطينا شيء للجمهور وتكلمنا معاهم يعني، وخلونا احنا صراحة يعني الجمهور بعد المباراة يعني ما تصورون شنو سووا يعني شلون فزنا احنا نادي القادسية. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا في المباراة هذه، ورديت شيء لأخوي أحمد عسكر وهديته إهداء، إن وهذا الإهداء مسجل تاريخيا، ويعني ممكن هو بالمستقبل يطالع هذا الهدف في اعتزاله، وكن حتى عياله أو والأجيال جاية من اللاعبين يشوفون المباراة هذه كانت مباراة جماهيرية وشيقة، يعني الكل كان ناطر المباراة هذه. وبابي كامبل في المباراة هذه طبعا أنا كنت ألعب نص في الخط الوسط يمين، لكن في المباراة هذه اللي لإصابة كل من فرج نفاع وفاضل مطر كانوا يتناوبون بالإصابة، اضطر بوبي كامبل أن يأخذني من الباك يحط لي قلب دفاع. هني مباراتين اللي قبلها عملت بشكل جيد، لكن بالمباراة هذه خلاني قلب دفاع. عادة قلب الدفاع يعني لما أكون بالنص أوقف برا 18، لكن كوني أنا قلب دفاع المرة صرت داخل 18 عشان أشارك في الكرات الثابتة. الهدف لما جاء كان طبعا ضربة ركنية
ماجد عبد الله عندنا كان خطة إنه يلعبها قصيرة ومن القصيرة تلعب للخلف أي أحد يكملها. كان المفروض فرج نفاع ينطلق للكرة هذه. اللعبة الكرة بشكل دقيق ماجد لعب كرة لفايز الفليج اللي هو كان قريب على الخط على الكرة وبعدين لعبها براسة قوسية. المشكلة في هذا الجول أو اللي الملاحظ في هذا الجول أن جاتني أنا قوسية لما أنا لعبتها ما كنت أقدر ألعبها كرة بقوة بداخل الجول لكن ألعبها لازم قوسية ويات قوسية. والملاحظ في هذا الجول أنه محد سبحان الله يعني الدفاعات جاوا وراحوا ما شفتهم صرت أنا بروحي داخل الستة وحطيتها كرة قوسية داخل الزاوية اليمين لحارس المرمى. كان هذا الشيء من أجمل الشيء اللي سويته في حياتي الكروية يعني من أجمل الأهداف بالنسبة لي لا لكونه أن سجلته بالرأس لا لكونه ضد نادي عريق مثل نادي القادسية وكان مهم جدا وهذا راح يصير تاريخ للنادي العربي. شمال المقصورة الرئيسية وضربة ركنية راح يلعبها ماجد السلطان ويرفعها ماجد السلطان وكرة ملعوبة وما زالت تدخل توصل عقيل عقيل من الهدف الأول للعربي. عقيل ضربة ركنية يرفعها ماجد السلطان وهذا جمهور العربي. أربعة من بداية الشوط الثاني شوف هذه عادة في بطير فايز مكملة عقيل أيضا بالرأس عقيل مهنة يلعبها فايز الفليج برأسه اتجاه عقيل مهنة المندفع لها أيضا شوف هذه عادة في الزاوية البعيد